السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تثبت لزبونك أو لعميلك المحتوى اللي لسه ما صارش زبون، كيف تثبت له أنك فعلاً قدها، فعلاً تقدر تساعده يحقق الهدف أو يحل المشكلة اللي بتوعد أنك بتحلها؟ بكل بساطة هنالك ثلاثة طرق أنك تقدر توصل هاي الفكرة أو تقنع الشخص اللي أمامك أنه يعني تقنعه فيك ومنتجك، وراح أعد لك إياهم حسب الفعالية الأقل ثم الأكثر ثم الأكثر. أوكي، الطريقة الأولى بكل بساطة أنك تقول له أنا بقدر أساعدك تحقق الهدف الفلاني وتحل المشكلة الفلانية، وتعمل له سيلز بيتش أو برزنتيشن أو أوفر، وتقول له والله 1-2-3 أنا هيك راح أعمل لك، هيك راح أعمل لك، وتحكيها حكي. أوكي، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنك بعد ما تحكي له أنا حساعدك تحقق 1-2-3 أو فينا أعمل لك 1-2-3، أنك تجيب تستيمونيالز أو فيدباك أو لايك سكسس ستوريز أو مثل يعني كيس ستاديز من ناس اشتغلوا معك وحققوا الهدف اللي انت بتحكي انك بتساعد الناس تحققه، او حلوا المشكله اللي انت بتحكي انك بتساعد الناس تحلها. والطريقه الثالثه وهي الاكثر فعاليه هي انك تساعدهم او تظهر لهم من خلال تظهر لهم قدرتك انك قادر على مساعدتهم من خلال فعلا او فعليا انك تساعدهم. Okay, helping your customers or showing, proving to your customers that you can help them by actually helping them. تساعدهم من خلال تثبت انك تقدر تساعدهم من خلال فعلا انك تساعدهم، اللي بنسميه احنا ديمو، ديمونستريشن، تعمل ديمو. مثل ما بتشوف على مواقع مثلا او بلاتفورمز او تطبيقات ابلكيشنز بيكون في لها بيت سبسكريبشن وغيره، بقول لك ريكويست فور ديمو، خذ ديمو جرب، يعني خذ جرب قبل ما تشتري، خذ شوف، خلينا نساعدك تاخذ فكره كامله، تشوف الاكسبيرينس كامله، تجربها وبعدين تقدر تقرر. الان ممكن تقول بحالك المنتج تبعي صعب اعمل عنه ديمو، يعني او صعب اعطيه مثلا تجربه، يعني على سبيل المثال فام، احنا شغلنا بالفاليو ادد ماركتنج، بنقدرش نيجي نقول لواحد تعال جرب معنا، حنعمل لك احنا فري، واذا عجبك اشتري، اذا ما عجبك لا تشتري. صعب. ليش؟ لانه اصلا الفام نفسه باخذ 21 يوم اكستنسيف ورك، شغل، فانه نعمل له اياه من دون ما يكون في كوميتمنت من الطرف اللي معنا ما بنقدر. ولكن ستيل بنقدر نعمل ديمو. كيف الديمو؟ الديمو مش شرط انه فعلا تعطيه المنتج وتقول له خذ جربه، وانما تقدر تثبت انك كفو لتنفيذ المنتج او لتوصيل فكره المنتج من خلال نشر محتوى ذو قيمه للعميل، ذو قيمه للناس اللي بتتعامل معك او اللي انت حاب تشتغل معها. اوكي، يعني helping them by showing them truly how it works. فبتجد على سبيل المثال الفيديوز اللي احنا بننشرها، الفيديوز اللي بتشوف لي اياها على السوشيال ميديا او بتوصلك على الايميل اذا انك سبسكرايبر عندنا او تشوفه على اليوتيوب، هاي الفيديوز كلها بتحكي عن ماركتنج كونسبتس، افكار تسويقيه، تشرح طرق او استراتيجيات تقدر تتعلق كلها في التسويق. هاي المحتوى هذا النوع من المحتوى يعتبر كديمو. اوكي، بانه فعلا انه الناس بتسمع الفيديوز، واحنا بوصلنا فيدباك كثير، الناس بتشوف الفيديوز، بتشوف البرزنتيشن، بتحضر لنا وركشوبس، بتحضر لنا ايفنتس، بتواصل معنا، حتى بيطلبوا بروبوزل منا وبشوفوا لانه في ديتيلز عنا بالبروبوزل، فبروحوا بيطبقوها، بيطبقوا حتى البروبوزل، بيمشوا بالستبز اللي احنا بعثين لهم اياها، فبيطبق الاشياء هاي اللي بسمعها منا، فبيلاقي بيحصل نتيجه، بيجيب نتيجه كويسه. فالان بقول اوكي، اذا بس على الحكي الاشياء اللي بيحكوها احنا عملناها بقدرات متواضعه او بان هاوس برودكشن، فما بالك لو احنا اعطيناهم الشغل يعملوا لك، فبالك وقعنا معهم كونتراكت وهم عملوا لنا الشغل هذا نفسه اللي احنا بس بنطبق شو بيحكوا فيه، فما بالك لو صار هيك. فبصير شو في عندنا هون؟ وكانه هذا المحتوى يعتبر ديمو. فانت في الحاله هاي بتقدر بكل بساطه انك تعمل ديمو او توصل للناس لجمهورك كيف تقدر تساعدهم من خلال فعليا انك تساعدهم. يعني مثلا احد الفيدباك اللي وصلنا عن مواضيع الويب سايتس، انه كيف المحتوى لازم يتشكل، كيف لازم تكون الاستراكشر تبع الويب سايت، شو تحكي فيه، كيف ينحكى، وين ينحكى، الامور هاي. فكان بعض الفيديوز نشرناها احنا تعلق بالموضوع هذا، وصلنا فيدباك من 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 اكثر من شخص بانهم احنا رحنا غيرنا الويب سايت استراكشر وغيرنا المحتوى فعلا مثل ما حكيتوا انتم، شلنا كل الاشياء النونسنس اللي ملهاش داعي وطبقنا مثل ما حكيتوا، وجدنا انه الكونفرجن عندنا صار يرتفع، صار فعلا يجينا اوردرات من الويب سايت لاول مره، صار في ريت، صرنا نطلع على الويب سايت نقول والله اوكي عدد الزيارات كذا، في نسبه منها دائما تعمل سبميت اوردر او بتطلب تتواصل معنا. ليش؟ لانه بناء على الاستراكشر اللي احنا شفناه وضيفه كنت تحكي بالفيديو، رحنا عدلنا وشفنا النتيجه. هذا يعتبر ديمو. اوكي، فاذا كانت النصيحه فقط جابت نتيجة للعميل المستهدف أو المحتمل بالنسبة لنا، فإذا أكيد الآن هو بنفسه أو بقرارة نفسه عارف أنه لو اشتغل معنا حيجيب
اضعاف مضاعفه لهي النتائج اللي هو حصل. فمره اخرى حتلخص في ثلاث طرق تقدر من خلالها تثبت لجمهورك انك فعلا يو كان دو ذا جوب قدها، تقدر تعمل لهم الشغل او توصل لهم الحل اللي انت توعدهم فيه. اول شيء انك بس تحكي، ولا هو معظم الناس تعمل هيك، معظم البزنسز بيعملوا هيك انه بيقولوا اه احنا بنعملكم بس حكي يعني. اوكي، او انك تحكي وبلس تجيب سبورت لحكيك من خلال تيستيمونيالز لناس اشتغلوا معك، شركات او اشخاص او غيره جربوا الشغل معك، فبالتالي يحكوا رايهم، فبالتالي بزيد ثقه المتلقي الاخر انه يعني اه والله هاي الشركه في ناس جربوها وبيحكوا انه حصل نتائج، فالان احنا وي تراست ذم. والطريقه الثالثه وهي اقوى طريقه بانك ترولي هيلبنج، انك تفرجيهم انك بتقدر تساعدهم من خلال فعلا انك تساعدهم، وخليها من دون كوميتمنت يعني، ساعدهم فور فري، اعمل شويه شغل، تعال لحالك، صح طلب منك شويه جهد، شويه انفستمنت في الوقت، في المصادر، في الموارد باولها، ولكن لما خلص انت بينت واظهرت وبلشت الناس تتفاعل مع الشيء اللي تنشره او الشيء اللي بتقدمه، اذا مباشره هنا بيصير موضوع مختلف. طيب خليني اعطيك بعض الاشكال اللي من خلالها انت ممكن تعمل ديمو لعملائك. اذا كنت في مجال البي تو بي وفي نوع من الكونسلتنج او الاستشاره ممكن تقدمها لعميلك اللي فعلا بتساعده يحقق هدف، يحل مشكله، يتخطى تحدي، يتجنب اخطاء، فاذا انك تعمل فري كونسلتيشن سيشن معه مثلا بتكون جيده. يعني على سبيل المثال اذا كنت مثلا في مجال الاكاونتنج مثلا اداره الحسابات، شركات الحسابات وغيرها، ممكن يكون البريميوم او الانترنس او نقطه الدخول على عميل جديد بانك تعرض عليهم سيشن مجاني، تقول لهم احنا حنبعث لكم احد الفاينانشال ادفايزرز اللي عندنا ويعمل لكم اناليسز لشو الشركة عندكو محتاجة، ويعطوكو يعني زي need analysis وreport، وتشوفوا انتو وين نقاط الضعف عندكو وين نقاط القوة. او ممكن يعملكو مثلا awareness workshop مثلا خاصة فيكو لشركتكو، كيف مثلا تكونوا compliance مع الفات، شو المطلوب منكو هون، شو المطلوب منكو هون، عملها free. هذا انت لما رحت عملتها free انت هنا عطيتهم value، عطيتهم demonstration، اثبتت انك بتقدر تساعدهم من خلال انك فعلا ساعدتهم. الان هم they give you in return. يعني باختصار في البزنس دائما لا تتوقع انك تاخذ قبل ما تعطي، دائما اعطي ثم بتاخذ، هيك الحياه، هيك الدنيا. انا اذا بدي اعمل معك شغل، عشان اقدر اعمل معك شغل لازم اول شيء اعطيك، لازم اثبت لك اني فعلا بقدر احقق لك النتيجه، ثم انت في المقابل تعطيني. اوكي، ما تكون لا انا مش حفيدك، مش حاعطيك، بحاول اخلي سيكرتس، هاي تريد سيكرتس وبخبي على اسراري وبديش اشارك الناس فيه. بالعكس، القوه مش في المعرفه، القوه في مشاركه المعرفه. يعني شو فادت انه انت ابو العريف بس ما حد بيعرف انك ابو العريف؟ شو فادت انه عندك انت معرفه قويه جدا ونولج كبيره وخبره كبيره بس ما حد بيعرف عنها غيرك او غير الناس اللي بيشتغلوا معك بيدفعوا لك فلوس كاستمرز؟ لا، طلع الخبره، شارك المعرفه مع الناس، واعطي شيء بريميوم، شيء اعلى للناس اللي بتشتغل معك، للناس اللي بتصيروا عملاء. اوكي، فما تكون متردد انك تقدم شيء زي هيك فري، له داخل في معرفه، في نصيحه، في كونسلتنج، قدمها فري، اعطي و100% انت حتاخذ في المقابل قطعا. هذا قانون حياه، اوكي، قانون فيزيائي تقدر تعتبره، ما بتغير. لكل فعل رده فعل، سواء كان طابه بترميها على الحيطه، ولا كلمه حلوه بتحكيها لشخص، ولا بتسامي بوجه صديق، ولا بوجه زميل، ولا بوجه حتى غريب، لها رده فعل ومساويه لها في المقدار ومعاكسه لها في الاتجاه. رجعت لك يعني، اوكي، فهي من ابسط قوانين الطبيعه. بتمنى لك التوفيق، إن شاء الله الفيديو هذا يكون نورك لفكرة، أعطاك يعني سبارك لفكرة ممكن تبلش تشتغل عليها. وإذا محتاج مساعدتنا في إنشاء حملة تسويقية من خلالها فعلاً تضيف قيمة، تكون أنت جزء من الحل لعملائك قبل ما يشتروا منك، اللي هو تعمل ديمونستريشن مثل ما حكينا، فأعتقد أنت بتتفرج الآن على الشخص المناسب اللي ممكن يعمل لك هذا الشيء أو يساعدك فيه. إحنا بشركة فام كونسلتنج فاليو أدد ماركتينج، بنصمم ستراكشر لكامبينز، لمحتوى ثابت، وهذا المحتوى بيساعد الشركات اللي مثلك ومثلك بانهم يجعلوا البزنس تبعهم بريدكتبل، يمكن التنبؤ فيه، لانه في داشبوردز، في ارقام نقدر نعرف كيف الدنيا ماشيه. بيقدر كمان البزنس تبعهم يصير يتطور بشكل اسرع لانهم عارفين شو المفاصل المسؤوله عن رفع الارباح ورفع المبيعات. ثم ايضا بيعطيك البوش اللي هو انه انت بتاخذ يعني ادفانتج على كل المنافسين، لانه مش كل منافسينك على الاغلب عندهم انفتاح لافكار جديده.
وبتخليك تتغلب على المنافسين، لانه على الاغلب المنافسينك كلهم بيعملوا اشياء تقليديه، انت مجرد ما بلشت تعمل تسويق تبعك بشكل مختلف، فاذا انت مباشره حتكون مباشره متبين اختلافك ويظهر الفرق عندك. طيب اذا بدك تحصل على فام تقدر تروح على الموقع الالكتروني getvam.com، تقدر تترك لنا كومنتس في التعليق تحكي عن انترستد، بنتواصل معك احنا وبناخذها من هناك. شكرا مره ثانيه للمتابعه، واتمنى لك التوفيق. السلام عليكم.